أعزائي المشاهدين، ودلوقتي معانا المؤلف والمخرج المسرحي والشاعر في كريم الشوري. في الأول بنحب نرحب بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ كريم، لو حبيت أسألك، إيه أكتر حاجة عجبك في النهاردة في حفل الديوان؟ والله الديوان للشاعر الصديق هشام حسين طرف الروح. الديوان بيتكلم عن مشاعر إنسانية بشكل واضح، وخاصة بيتكلم عن الأنثى اللي هو بيحبها، والأنثى اللي هو بيتمنى يبقى معاها، والأنثى اللي هو بتفارقه، والأنثى اللي هي بتقترب ليه. فالديوان بشكل عام هو مضمون الأنثى، فهو حابب يوجه لنا إن الأنثى هي محور حياته، وإن هي الملهمة، وإن هي الفاتنة، وإن هي سبب الوجع وسبب الحب، سبب الجنة وسبب النار. يعني الأنثى عند هشام في الديوان ده هي أنثى متناقضة بكل الحالات، أنثى مبهجة ومحزنة، يعني أنثى تسبب له أنواع من أنواع الفرح والسعادة، وأنثى تخليه يعني مستغرق في ان هو يفكر فيها ويشرب القهوة، ويستغرق كمان ان هو في كتابته، انه يقول لو عايز يعني عايز تعرف الشاعر، دور على الملهمة، دور على الفاتنة، دور على الغربة اللي جواه اللي ممكن تبقى موجودة في صورة ظرف الروح ده باختصار. يعني طيب، يعني لو سألتك ايه اكتر منطقة يعني بتميز كتابات هشام عن الشعر التانيين، يعني ايه اكتر حاجة يعني بتميز كتابات هشام؟ اكتر شيء مميز في الديوان عند هشام هو الكتابة عن الحالة الانسانية المتفردة، خاصة عن مشاعر الحزن ومشاعر الحب، مشاعر اني انا متعلق بالبيت، متعلق بالشارع، متعلق بالبلكونة، متعلق بالشباك. انا بدور في الاماكن كلها عن البنت اللي انا بحبها، او عن الشخصية اللي انا بحبها، ومرتبط بيها روحانيا ووجدانيا، ومرتبط بيها جسديا وعقليا وفكريا وقلبيا. هشام ما خلاش حاجة عن البنت الا لما كتبها، تحسين ان هو مهتم، وان هذا الديوان هو مشروعه عن البنت، ما عدا قصتين اللي هي الغربة والبيت القديم اللي هو حابب ان هو يرجع عليه تاني، وان هو يرجع للحيطان، وحشه الاب، وحشته كركبة الاوض، وحشته اللي هو بني ادم هو وحيد، بيشتاق للمة، ولما بيبقى في لمة بيشتاق ان هو يبقى وحيد. يعني ده التناقض اللي موجود جوا الانسان. ساعات كتير هشام تميز في الديوان ده ان هو اعتمد على التناقضات، فبنى كل فكرته على بناء التناقضات: أحب وفارج، أشتاج وملجاش، أحضن الحيطان اللي هي مش إنسان لكنها بتحسسني بشبع، وهكذا. حاجة وعكسها يعني. كل حاجة وعكسها فعلا تبقى موجودة في ديوان طرف الروح. طيب الأستاذ كريم، لو سألت حضرتك يعني النصيحة اللي ممكن بتقدمها لهشام؟ يعني أنا أتمنى إن هشام يخلص لمشروع محدد ومعين هو يعني يتولاه من الآن. يعني أنا هكتب مشروع عن الوطن، ما يضيفش أي قصيدة في الديوان إلا عن الوطن. هكتب مشروع عن حكاية هشام حسين، هيعرفنا في ديوان قادم إن هو مين هو هشام حسين. هيبقى مشروع خاص إن هو ينتقل من مرحلة كتابة الديوان كقصائد منفصلة إلى قصائد يعني ذات مشروع خاص بي. بس دي النصيحة اللي أنا أوجهها له. طيب، وفي نهاية في لقائنا عايزين نسمع عند كلمة شكر من أستاذ كريم لهشام. كلمة شكر. كلمة شكر إن أنا بشكره يعني على الإهداء، وأنا بحب له كنت أعمل إيه مثلا، ما أنت اللي أبوك مبروز الشباك حديد، ومفيش طريق غير سطح جاركم أسلكه، وجارتكم التافهة اللي صرخت الحجوا دي تعجليها وعرفيها، مفيش حرامي بيبقى جايب ورد للي هيسرقه. شكرا. شكرا جدا، ودي كانت نهاية لقائنا من حفل توقيع أول ديوان بعنوان طرف الروح للشاعر الموهوب الأقصري هشام عياد. نتمنى له مزيد من التفوق والإبداع. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، دمتم سالمين.